بعيد عن الانتخابات، ولا حضرتك بتحطيني جوه العملية الانتخابية وتشحذي فكري وتساعديني على قراءة الأفكار والبرامج، يبقى التهيئة الإعلامية للانتخابات كانت فقيرة ولا تتناسب مع مستوى الحد. الإعلام كان معظم برضو عشان نبقى موضوعين، أو بعض أو أكثر القنوات كانت تتحدث في موضوعات، وإحنا داخلين على الانتخابات فاضل أسبوع 10 أيام تتحدث في موضوعات أخرى خارج الانتخابات، فده عمل نوع من أنواع الاسترخاء عند الناخب. ما هو لو في همم وفي تحفيز وفي قضايا إرهاب واضحة قدامي، قضايا تعليم، قضايا صحة، كنا كان الناخب تحمس وشعر بخطر حقيقي، مش خطر يعني بيهدد حياته، لكن خطر زي ما حضرتك بتقولي يهدد مستقبل أبنائه في التعليم، خطر يهدد صحته وصحة أسرته، خطر يهدده في قنابل عشوائية، في إرهاب، في عمليات إرهابية، في تفجيرات إلى آخره. فيبقى أنا عندي هي مسؤولية مشتركة، زي ما بننتقد الأحزاب والمرشحين وغيابهم وعدم إحساسهم بالمسؤولية في هذه اللحظة وسعيهم الدائم إلى التأكيد على أنهم مع الرئيس ومع الحكومة المصرية، لكن كمان الإعلام كان ليه دور. هل حطينا في أجواء انتخابية؟ ما أعتقدش أنه سعيد. هل ناقش غياب برامج، غياب أفكار؟ طب ليه أنت حضرتك النهاردة قبل ما أدخل على الهواء سابقا كنت بتقولي أنه عدد الأحزاب، عدد المرشحين من الأحزاب مقارنة بالمستقلين الغير منتمين لأحزاب سياسية 10%، أقل من 10، أقل ده 103، 5%، 5%. هل ده معقول؟ هل البرامج ناقشت ده وناقشت الأحزاب في ده، وإيه السبب وليه، وانعكاسه على اتجاهات التصويت في المستقبل؟ يبقى فيه مسؤولية مشتركة. الحاجة التانية، المؤسسات التي تقوم بنشر الوعي السياسي، طبعا الأحزاب في الأصل هي التي تقوم بنشر الوعي السياسي والسعي لاجتذاب جماهير لتأييد أفكارها السياسية وأحزابها وبرامجها، خلاص ده ما حصل. في مؤسسات مجتمع